بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أه بنتناول كيفية أه حساب أه الفورس على أه single action rotary actuator and double action rotary actuator لو جينا الأول نتكلم على single action rotary actuator لي the single action rotary actuator can move through a rotational angle of approximately 200 80 ديجري يبقى الزاوية الزاوية العينج اللي هي بيستطيع يتحرك خلالها 280. Uh, the, uh, أنا هحسب إيه هنا بقى؟ The torque. The torque developed by the uh, actuator can be calculated from the following formula. يبقى التورك بيساوي إيه؟ التورك إحنا عارفينه بيساوي الفورس force في الريديوس radius. فهنا هاجي أقول إيه؟ طب وأنا ما عنديش الفورس أجيبها مباشرة، فعندي الـ pressure، يبقى أقول الأول إن الفورس force. بتساوي البريشر في الاريا وادي السنتر ريديس اللي هو ار سي نفس الكلام في اللي ايه عندي الفريكشنال فورس اللي هي الاحتكاك الحاصل ما بين الفين والسيلندر اللي بيتحرك عليها الفين يبقى اذا هيبقى في الفريكشنال فورس البي هي عباره البي هي عباره عن, عن الفلويد بريشر والاي اللي هي الفين اريا و uh, الـ RC اللي هي الـ center radius و uh, T subscript F اللي هي ايه؟ uh, الـ frictional uh, torque ده فيما يخص single action uh, uh, rotary actuator لو جينا للـ double action هنجد ان الـ double action actuator can move through only half of the uh, rotation of the single action rotary actuator اللي احنا قلنا عندنا two arms من تو فينز بيتحركوا في نفس الـ uh, It can develop twice the torque by applying pressure to twice vein area. And the formula in this case هتبقى عبارة عن إيه؟ التورك بيساوي دبل بقى يبقى اتنين البريشر في الاريا في الار يبقى انا ضفت فقط لغير ان انا لان تواي the torque فانا ضربت في اتنين هنا ماينس الفريكشنال تورك

اللي موجود على البيستون 20 نيوتن مليمتر of friction torque what torque is delivered to the load in the cylinder shaft تعال نشوف العملية دي نحسبها ازاي غاية في البساطة الـ البي... B P ب 12 نيوتن على المليمتر سكوير الـ area ب 3 مليمتر سكوير الـ RC ب 25 مليمتر الـ frictional torque ب 20 نيوتن مليمتر آه القانون هنا بستعمله اللي هو التورك بيساوي ال P في الاريا عشان اجيب الفورس وبعدين ضربتها في ال RC مطروحا منها الفريكشنال تورك تطلع القيمة دي ب 880 نيوتن مليمتر